طبعا يعطيكم العافية. افهموا في قاعدة صدقني ما راح يشرح لك إياها أي إنسان لا قبل ولا بعد. خلينا نحكي إنه هذا كراج داري أنا بملكه، ما حدا بصف فيه غيري. بدي أعرف النقطة الذهبية اللي بوقف فيها وبرجع منها ريفرس والسيارة بتيجي معي بحركة واحدة هون. شوفوا وانتبهوا. بتكون انت صاب بالكراج، طبعا انت كونه كراجك جيت اكثر من مرة على كراجك وصرت تعرف مكانه، بس وين النقطة الذهبية اللي بتصف فيها ترجع معك بدون ما تغلبك السيارة؟ سهلة، هي النقطة. اطلعي بالله يا ام سند يا اخي لو سمحتي، اطلعي لقدام، حطي دي واطلعي، حطي دي، خلي ستيرينج دغري، اطلعي. هي النقطة اللي بتصل فيها نهاية الشباك جنب الشمعة، شوي شوي جنب الشمعة بس. هسا وين شو عملت؟ لفت يمين على الآخر، لاحظوا على السيارة راح تلف وتستقيم، لا تعدل ستيرينج غير لما تستقيم السيارة بحد ذاتها، يعني لما تحس جسمك دغري لا تلعب بستيرينج وهي ماشي بالمرة، لا 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 تلعب بستيرينج وهي ماشي، بس لما تستقيم وقفي عدلي. فلاحظوا ان السيارة وقفت لا هي اقصى الشمال ولا اقصى اليمين، ماخذي بعد النص بشوي، فهاي منسميها الموقع الذهبي للسيارة انها تصف وترجع. فهمنا اكثر، لو السيارة صفت هون واجت تصف بالريفرس بالكراج هون راح تعتاز دي ريفرس دي بسبب ضياق العمود عليها من هون وبسبب انها راح تنضرب من هاي الجهة. وصلت الفكرة؟ فالموقع الذهبي او المكان الوقوف للسيارة الصحيح هي موقعه. نكمل ام سند، حط الريفرس محطوط، لف وجهك لورا، ايدك زي ما قلت لك عشان تجيب المنظر صح. طبعا وقفت على اساس انها شافت العمود بشكل محوري، شافت اول ما شافته بالشباك وقفت. شوي شوي ام سند، وقف يا ام سند. هسه ام سند بدها تدير بالها على ضربة السيارة، بالله نزل الشباك من البوز انها تنضرب السيارة بالعمود. كيف بدها تعرف؟ استنى ام سند، كيف ام سند بدها تعرف ان السيارة بتنضرب ولا لا؟ ام سند المفروض تطلع وجهها لهون، لهاي المنطقة، مش لهون، هاي المنطقة تطلع من تحت. طلعي هون عندي على الكاميرا شايفيتها، شوفي المنظر نفسه، شوف لا ميلي رقبتك تحت، ايوه من هون تعرف انها تنضرب ولا لا. تنضرب يوم سند؟ تمام. هسه وين الخطر انتقل يوم سند؟ على المراي اليمين. وين؟ على المراي اليمين. طلع يلا ارجعي تضرب يا ام سند ولا بتلف حواليها؟ يلا كم زي ما انت شايفين، بس قريب كثير ولا لا؟ طب ارجع. طبعا كون العجل طلع مقرب المسافة، كون العجل جنب العمود ما بتنضرب، بدها لمسة بنزين لانها اجت على حجر صغير، لمسة صغيرة مش كثير صغيرة. كمان كمان يا مسام، بس شوي شوي ارجع. طلع اوكي، طلع طلع طلع، تستقيم بس رجع لي ستيرينج دغري. يا عين عليكي، هاي دغري بس القرب هذا، القرب هذا ليش؟ لانه بكرتي اللفه، بكرتي اللفه. تاخذي نفس، افسد عنك بالكاميرا انك اول مره وقت تركبي لحالك فيش حدا جنبك، ها ولا خلص؟ طيب نعيد نعيد نشوف. اول خطوه بدنا نطلع تنخلي اخر الشباك جنب الشمعه. واقف يوم سنه، استني هسه اخر الشباك جنب الشمعه ولا بدها شوي لقدام؟ ارجع لي ستيرينج دغري،
ها لا هيك بزيادة. خلي الستيرنج دغري أول شيء. استنى يوم سنة بس حط دي شوي أم سنة. تخلي الستيرنج دغري وجيبيش آخر الشباك عند آخر صح. يلا ستيرنج يمين اطلع يوم سنة. هسه محل ما راح تستقيم السيارة بنوقف السيارة بعدين بنعدي الستيرنج. تنضرب من هناك. شو عرفك حاسة؟ قدمي وميلي راسك هون. يلا قدمي قدمي قدمي. هسه راسك من هون بفيدش، مش من القزاز. انا علمتك من القزاز ولا من هون؟ من برا. قدمي تنضرب. اها تنضرب. من وين احسن منظر؟ من هون من القزاز ولا من تحت المراي؟ اها اللي هي اي منطقه؟ من وين؟ وريني كيف تطلعي. هيك تطلعي صح؟ وصلت الفكره؟ طيب اطلعي دغري، وجهك دغري، وبس تحسي جسمك دغري واقفي. دغري كمان. طلع طلع يا اختي الوجه، الوجه تاع الستيرنج شايفتيه؟ هاي وجه ولا قالب؟ نعم. كمان قدمي. ليش خايفة؟ اسمعي كمان مرة. أنا كيف بدي أعرف إن بوس سيارتي بضرب هون ولا لا؟ وين أمد عيني؟ مدي عينك برا. يلا مدي. ها تفضلي. فيها مجال لا؟ قدمي وانتي راسك برا. من هون من هون ما بتندلي. ها اندليتي ولا لا؟ أي البوز منظر البوز أقرب لك النظرة أسفل المراي من هون. تمام. حط الريفرس. ارجع. وين خطر ام سند هسه؟ يلا اطلعي لي هون. طبعا اللي بيسالني ليش تارك ام سند لحالها بالسياره، انتبهي يا ام سند راسك برا. ام سند معها رخصه سواقه على فكره، بس مش ممارسة لفترة طويلة. صح. لف وجهك لورا يعني. أيوة هسا وين الخطر يوم سند؟ على المراي اليمين. بنخاف نضرب أو الخطر بيبدأ دائما البوز نفد ضايل. إيش عندي المنظر بالمراي اليمين؟ طبعا من عندها ببين. هاي أصور لكم الكاميرا بدال المراي. طلعوا المسافة بعيدة. واقفي بعد ما حسيت العجل جنب العمود، وين الخطر بينتقل يوم سند؟ على المراية الشمال. تفضل ارجع. تتحسي ان السيارة دغرية. بس استقامت السيارة. يلا مش الوجه الاول، الثاني لا تعتمد على الليزر. طلع المريد ثنتين وارجع. أجين؟ أنت شو بتشعري؟ لا خلص خلاص؟